مثلا اصلا مش في الموضوع ده معايا، امر الله ونهي الله، امر الرسول ونهي الرسول، امر البشر او فعل الكبراء ونهي البشر. شوف بقى اللي انت تتبعه هو امر مين وما تستغربش لو كشفت ان حاجات كتير قوي 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 ما تعرفش يا جماعه، وكمان ما تعرفش ليها اصلا، مش هتلاقيها حتى امر عبد البشر. صدقني ما علينا، ناخد او يعني في الاخر بقى نختم بحاجه ثانيه انا شايفها مهمه برضه عشان تبقى الموضوع متكامل والطاقه تامه طول 30 يوم. لما ربنا بيقول في الايه ايه؟ ركز كده، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابدعوا ما كتب الله لكم، هذا المهم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، ولا تباشروهن وانتم على سوره المساجد تلك حدود الله